حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، يعني أتعبتهما هذه الكلمات، فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء وقال: يا ربنا إن عبدك قد قال ما قال لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. هذا الحديث عند ابن ماجه لكنه حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم.